لحصيدة بارك بميلا مكان تحول إلى متنفس لساكنة فرجيوا، أين تتوافد العائلات بكثرة خاصة مع بداية غروب الشمس لتحجز مكانا تقضي فيه ساعات من الليل هربا من حرارة البيوت وبحثا عن متنفس للترفيه عن الأطفال رغم افتقاره للخدمات والمرافق. التقرير لمحمد الصادق مقرني. لم تجد عائلات كثيرة قاطنة بفرجيوا بميلا غير هذا الحيز لقضاء وقت في التسامر. ملتقى هؤلاء المتواجد بمنطقة غبالوس معروف لديهم باسم لحصيدة بارك. هذا هو المتنفس الوحيد هنا في فرجيوا. هنا خرجوا العائلات، يخرجوا مع الأولاد كما راكم تشوفوا. الأولاد يلعبوا، الكالم برود شوية هنا صفا. العافية ما كانش مشاكل. لا ترونكيليتي، حنا تبعوا لا ترونكيليتي. انسان هو الصباح خدام دعشيه يحب يبدل الجو هكذا شويه برود والله يجينا الحصيدة. الحيز اتخذته عائلات كثيره فضاء للتنزه واخذ قسط من الراحه هاربا من شده حراره البيوت ومحاوله منهم لايجاد متنفس لابنائهم. المنتزه الوحيد تاعنا العائلات، رانا ديما بلاصتنا هنايا. يبدأ يبرد الحال شوية نجيو نقعدو هنايا مجموعات مجموعات باه نعقبو الوقت وما مطون تبردو شوية. لا شي نجيو ديريكت هذه البلاصة هنايا، ما نتحركوش منها طول. هاك تشوف الدراري الله يبارك، البرود هنا نعمة خويا. هذه البلايص اللي كتلمنا كامل. هنا تقريبا لوحدتين الليل للزوج، زوج تاع الصباح ونروحو نروحو يعني الله بالعيلة مش وحدانا والله. والله يبارك الله بليصة والله نعمة الله يبارك. مع بداية غروب الشمس تتوافد عائلات بكثرة لتحجز مكانا يقضون فيه ساعات متأخرة من الليل رفقة أبنائهم. ورغم أن الحيز يفتقر إلى كثير من الخدمات يأمل سكان المنطقة الاهتمام به.